هنعمل حاجة حلوة قوي، هنقطع حتة كرنب حلوة كده، يعني خليها ايه على حسب ما انت تحبي، عاوزها قد ايه، عاوزة حتة كبيرة حتة صغيرة على حسب انت تحبي هتحطي قد ايه. اهي اهو اهو، قطعيه مش صغير، ما تقطعوش صغير، قطعيه كده على عدلها اهو، عشان لما ينزل في الضلمه ما يتهريش اهو. بصوا زي الشرايح كده على عدلها وبطولها، ما تعمليهاش رفيعه اهو. ده انت لو هتحطي كرنب، لو هتحطي عروش بقى قطعي العرش كده ايه مربع على زي ايدك، ما ايه ما تطول فيه وتحبي، لان ده هيهبط اهو. عايزه بس اشوف، عايزه ازود الميه. الله، اول لما تبتدي تغلي كده حطي العقد شويه صغيره، خلي الميه انت اللي تتحكمي فيها اهو، كفايه كده. دايما لما تيجي تحطي عقد، تحطي عقد حبه بحبه. ست سومه، ايوه السلام عليكم. صباح الفل باهل الشرقيه، ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي. انتوا بقى اللي عندكم المحشي ده ملوش حل. اكيد طبعا، الشرقيه كلها كرم يعني. الشرقيه كلها كرم وناسها حلوين. الله يخليكي، تسلمي. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي ايه رايك في موضوع الاعتدال ده؟ طبعا اكيد كل شيء لازم الواحد يعتدل فيه يعني. طب لو اعتدلنا بقى في الحب والمشاعر؟ لا ده مش عايز اعتدال ده. ها؟ مش عايز اعتدال الا الحب. مش عاوز اعتدال؟ لا. يعني تحبي كده بالزوفة؟ اه. الله، ده انت قلبك يا اختي عمران. الله يخليكي يا ست غالية. يا اختي ده المثل بيقول لك ابعد حبة تزيد محبة. واحنا بنحبك قوي والله. ربنا يخليكي، تسلمي يا ست الكل، تسلمي وتعيشي. انا طبعا يعني انت طبعا يعني بتعملي لنا كل حاجة حلوة، كل الشرقية بتتفرج عليك. كل الشرقية ناس كويسين وزي الفل وعندهم اعتدال برضو. أكيد طبعا. يعني الشرقوة دايما يعملوا المحشي مرة واحدة في الأسبوع. والله مش كلهم يعني. في ناس بتعمله كل يوم؟ لا مش كل يوم. أنا ممكن مرتين ولا حاجة في الأسبوع. برضو اعتدال. برضو اعتدال. برضو اعتدال. انت نورتينا النهارده وشرفتينا يا ست الكل، تسلمي. الله يخليك يا ست غالي، الف كل سنه حضرتك طيبه وانت طيبه وبخير، شرفتينا. نرجع للضلمه. بعد ما بتتسبك معاكي الطماطم وتبتدي تحطي العقد وتغلي كده، انزلي بالرز اهو. خلي بالكم ان الضلمه بتاعه الكرنب بتبقى طريه شويه، رزها ما بيبقاش مفلفل 100%، بيبقى رزها يعني ها شويه من من الخضره ومن الكرنب بينزل ميته، بتبقى طريه شويه لانها اكله شتوي بتدفي. وهنروح حاطين الشبت والبقدونس والكزبره، كل الخضره بقى اهي، من كل حاجه كده حطي حزمه، هتطلع معاكي زي الفل اهو. وفوق ده كله بقى بعد ما نحط الخضره وده كله، نروح حاطين بقى الكرنب. الكرنب ده يتهيأ لكم ان هم حبه كتار، هيخمشوا مع بعض هيهبط اهو، بس عاوزه نار واطيه شويه. بصوا هيهبط بقى كل ده، هيهبط اهو. اشيله يا اخويا لا يولع، النبي عينك كلها يا نظمزان يا استاذ هاني. بصوا اهو كل ده هيبتدي يخمش وينزل ميه، يخمش وينزل ميه. ما تفتكريش ان انت كده تزودي دلوقتي خالص ميه، وطي بس كده وغطيها بس، واول ما تبتدي تتشرب سنه هنقلبها بس كده.